في هذا الملف الأول من نشرة هذا المساء نرحب هنا بالدكتور هاي إيثن كوهن خبير الشأن التركي. ومن دكتور هاي إذن الكثير أيضا يعني من التدخل التركي كما يقول البعض في الآونة الأخيرة جعل الموازين تنقلب على الساحة أو على ساحة المعركة الليبية. شاهدنا حكومة الوفاق اليوم يعني لها الكلمة الفصل على قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر. إذن أين الأطراف الأخرى؟ أين الإمارات؟ أين روسيا؟ كيف تسمح لتركيا بذلك؟ يتساءل البعض. حسنا، أولا من المهم أن نذكر أننا علينا أن ننظر على إلى الصورة الكبيرة. تركيا موجودة في معركة النزاع ليس فقط في ليبيا وأيضا في سوريا. الولايات المتحدة أيضا عليها أن تنظر إلى الصورة الكبيرة هنا، وعلينا أن ننظر إلى عمق الفراغ بين تركيا وروسيا. علينا أن نفهم أن هنا يوجد دعم أمريكي جزئي، وأيضا نحن نرى أن بالرغم من وضع الكورونا وبالرغم من الوضع الاقتصادي المتراجع في تركيا، نحن ما زلنا لا نرى أي تقليص في الاستثمارات الاقتصادية التركية. بالعكس، بل نسمع عن أن الأتراك يتوجهون بطائراتهم النفاثية هذه إلى ليبيا، وهذا في نهاية الأمر يغير اللعبة كاملة. وفي مؤخرا نعرف أن الجانب التركي قام بالتحرك باتجاه المواطنين، ووفق ما رأينا في تركيا في السفارة التركية هم يدعون أن هذه الطائرات F-16 يمكنها أن تبقى في الهواء لمدة 7 ساعات ونصف، وهم يقولون يدعون أن هذه الطائرات F-16 يمكنها أن تصل من قبرص إلى ليبيا. ووفق هذا التقرير نفسه الذي تم نشره، هم يريدون إيصال رسالة أخرى، وهي أن بجانب هذه الطائرات ستكون هناك طائرات حرق. إذا قامت حكومة تركيا بتنفيذ قرار معين يمكنهم ليس فقط أن يكتفون بهذه الطائرات النفاثية في ليبيا، ولكن أيضا يمكنهم أن يرسلوا طائرات F-16. وأريد أيضا بعد إذنك إضافة شيء آخر، وهو أن تركيا أثبتت قوتها في حرب الطائرات هذه في شمالي سوريا ضد قوى الأسد، وهم أغلقوا كل المساحة الجوية في سوريا من مقابل طائرات F-16، لأنهم هكذا تركيا أرسلت طائراتها النفاثية إلى سوريا، وهم قاموا بالتحليق بمساحة جوية أقل ارتفاعا، ولذلك هم لم ينجحوا، ولكن ربما هم لم يريدوا ذلك. ولكن في النهاية الأطراف تحركوا في الجو السوري بواسطة طائراتهم، ولهذا هم يأخذون هذا النجاح في سوريا ويقومون بخطوة إضافية كبيرة أخرى، وهم يرسلون هذه الطائرات إلى ليبيا. وهنا نحن نرى أنهم يغيرون اللعبة تماما، وبالرغم من الكورونا وبرغم من كل هذا الوضع، نحن لا نرى أي ادعاءات من الانقلاب أو المعارضة التركية. ليبيا والشرق الأوسط نحن نرى فعلا أن كل الحكومة التركية مع المعارضة كلهم يعتقدون أنه هذا حقهم. نعم. الطرف التركي هل ينجح في جعل نموذج سوريا حاضرا في اليوم في ليبيا؟ نشاهد بأنه يدعم حكومة الوفاق، انقلاب في موازين القوى. حكومة الوفاق اليوم كما قلنا هي من تتحكم في سير المعارك. هل فعلا تنجح تركيا؟ وهل تسمح لها الأطراف الدولية بذلك؟ ولماذا؟ حسنا، عندما ننظر من زاوية النظرة التركية لتركيا، ليست لديها أي إمكانية ثانية إلا أن تنجح، لأنها
تدخل في مغامرة جديدة في ليبيا بسبب واحد وهي أن يندلع مشروع النفط الطبيعي التابع لقبرص واليونان. كلنا نتذكر كل الخريطة المشهورة هذه وهي أن يكسر هذا الموضوع بين قبرص واليونان. تركيا قامت باتفاق مع ليبيا حيال هذا الموضوع ولذلك لديها عدة إمكانيات. أولا نعم لدينا أزمة الكورونا وبسببها كلنا نسينا ما حدث في نهاية كانون الثاني لأنها فتحت تركيا حدودها لليونان مقابل اللاجئين الذين وصلوا من سوريا أفغانستان وباكستان باتجاه اليونان والاتحاد الأوروبي. هذه البطاقة ما زالت موجودة على الطاولة وتركيا ما زالت يمكنها أن تهدد أوروبا بعدة مجالات. أولا بالنسبة للحدود اليونانية هذا هو. ثانيا ليبيا قريبة جدا من إيطاليا ومن مالطا ولذلك تركيا يمكنها أيضا أن تؤثر على الحكومة مع حكومة السراج ولذلك لتركيا لديها الكثير من البطاقات التي يمكنها أن تتحكم بها. ومن زاوية نظرها التركية ما المهم هو أن يوقع هذا الاتفاق وعليه أن يبقى ما زال قائما تركيا هي تنجح. أستاذ ليبو كنت معنا من أمستردام شكرا جزيلا لك. من باريس أستاذ نزار جليلي الصحفي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك. دكتور خايتن كوهن الخبير في الشأن التركي شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا دقائق ونعود في ملف آخر وهو التوتر الأمريكي الإيراني في مياه الخليج. انتظرونا دقائق ونعود لكم.